مساء الخير لجميع متابعينا في الأردن. نهار اليوم انخفضت قليلا درجات الحرارة، لكن استمر الطقس حار نسبيا في عموم المناطق. خلال الليلة القادمة تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، مع بدء تأثر المملكة بكتلة هوائية معتدلة الحرارة. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء مائلة للبرودة مع تفرق بعض الغيوم المنخفضة، 16 درجة مئوية كحرارة مقاسة، أمل محسوسة 16 أيضا، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد نبدأها بالمنطقة الشمالية. كما ذكرنا انخفاضات واضحة على درجات الحرارة مع نشاط في سرعة الرياح الغربية، المفرق 24-12، إرب 22-15، جرش 23-14، وعجلون 21-14 درجة مئوية. المنطقة الوسطى أيضا انخفاضات واضحة على درجات الحرارة، الزرقاء 25-14، العاصمة عمان 23-14، البلقاء 23-16، مأدبة 24-15، والبحر الميت 31 درجة مئوية، أما الصغرى 25 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك 22-12 مع طقس صافي، الطفيلة تفرق لبعض الغيوم 23-13 درجة مئوية، معان طقس صافي مع 26-11 درجة مئوية، الشوبك 21-11، والعقبة 33-21 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية، أيضا رياح نشطة وأتربة مثارة في المنطقة الشرقية، الأزرق 30-13 درجة مئوية، الصفاوي 31-11 درجة مئوية، أما رويشة طقس حار مع 35-13 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.